رئيس سروة عبد الواحد، من أفضل رئيس وزراء مر على العراق؟ يعني شوف العبادي، أفضل وزير؟ أول وزير محمد شياس سوداني. طبعا أكو وزراء جيدين إحنا بصراحة، نتحدث عن الأفضل. بس أنا أشوف محمد شياس سوداني كان وزير مهم أسوأ رئيس وزراء؟ كله. لا لا، الأسوأ، جعفري أسوأ رئيس وزراء، أسوأ وزير. راح تختارين شخصية كردية، ما أعتقد. وش يصير؟ هوشيار زيباري. زين، الناس خافت يفهموها لو أنا ذكرتش بشخصية كردية. زين، أفضل رئيس برلمان؟ يعني أنا ما كنت بالبرلمان قبل يعني، بس يقولون أسامة النجيفي كان جيد. جيد، يعني كلهم كانوا يتحدثون عن إدارته و يعني شخصية البرلمان هذا بزمنه. كأفضل. أسوأ؟ مشهداني خبيت، أسوأ رئيس برلمان مشهداني مشهداني؟ الصوت راح تقول السين. مطلع وحدات برأسه، الصوت راح وصديقي تقول وكلش احترمه ترى. حلبوسي طبعا سيء مع الاسف، يعني ما كنت اتوقع انه يكون هكذا، كنت اتوقع انه نشاط وقوانين هواية تشرع في زمنه، ويكون يعني يختلف عنهم ويهتم بحقوق الانسان ويهتم، بس طلع اسوأ من عندهم والله. أسوأ.